مشاهدينا الأجواء الفنية مستمرة في ليلة فنية حضرها أكثر من 500 شخص. قدم فنان العرب محمد عبده أولى حفلاته الفنية في محافظة العلا مع انطلاق مهرجان شتاء طنطورة. الحفل الفني الأول لمحمد عبده في العلا جاء ليكون الانطلاق الأولى للبرنامج الفني الذي يقام على المسرح المصمم بشكل جمالي جمع بين الطبيعة الجبلية لمحافظة العلا والتقنية الحديثة التي تساهم في نقل الحفل الفني بجودة عالية. طبعا الهيئة الملكية لمحافظة العلا استقبلت مئات الزوار من داخل وخارج المملكة لحضور حفل فنان العرب وطبعا التجول في مختلف المعالم والمواقع التاريخية بمحافظة العلا. خلينا نشوف سوا. حضر فنان العرب محمد عبده في الليلة الفنية الأولى بين جبال العلا في مهرجان شتاء طنطورة ليعلن انطلاق الكرنفال الفني الذي يمتد طيلة الستة الأسابيع القادمة. محمد عبده بدأ الحفل الفني الأول بأغنيته الشهيرة على البال. لم يبقى في مسرح عشار الذي يحتضن الحفلات الفنية في شتاء طنطورة مقعدا شاغلا، فالجميع حضر ليستمع لفنان العرب ويعيش ساعتين يستمع لأجمل الأغاني الطربية ويستحضر جمال المكان الذي توسطته الجبال الساحرة. الحفلة الفنية للفنان محمد عبده كانت بمثابة عودة الليالي الفنية في محافظة العلا، حيث حضر كبار السن وهم يستذكرون أجمل الأغاني التي صدح بها فنان العرب. انتهت أولى الحفلات الفنية في شتاء طنطورة، ولكن الفن والصوت الجميل سوف يبقى في مختلف زوايا جبال عشار التي اكتست بأجمل الألوان. لصباح الخير يا عرب، ماجد الصغيري، العلا.